أهلا أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية إليكم أينما كنتم. إذا اليوم إن شاء الله سنتعرف على كيفية إنشاء صفحة لإعادة تحميل الروابط طبعا لزيادة الربح في أدسنس. إذا كانوا تعلمون أن الزوار أغلبهم يدخلون إلى المدونة ثم يخرجون بسرعة بعد تحميل الرابط، وهذا ما يزيد في معدل الارتداد وبالتالي يضاعف نسبة ظهور مدونتك في محرك البحث. إذا نأخذ مثلا هذا المثال، إذا تحميل وتنزيل مقاطع اليوتيوب مجانا مثلا، إذا نزلنا إلى الرابط في الأسفل، إذا عندما نضغط على الرابط، إذا لاحظوا يتم توجيهنا إلى هذه الصفحة بطبيعة الحال. إذا يبدأ العد التنازلي ومن طبيعة الحال ينتظر بعض الأشياء ريثما ظهور الإعلانات. لاحظوا إعلان هنا إعلان هنا إعلان هنا، إذا هذا ما يزيد في نسبة الأرباح. إذا كيفية عمل الصفحة، إذا نذهب إلى الصفحات ثم صفحة جديدة. إذا بعد إنشاء هذه الصفحة، إذا نعطيها اسم باللغة الإنجليزية مثلا غوديريكت إعادة التوجيه، ثم نعطيها عنوان يعني كإنشاء مشاركة جديدة فقط لا جديد، ثم نشر. لنحذف هذه الصفحة قمتم بإنشائها من قبل. إذا هذه الصفحة، ثم نقوم بعرض. لماذا عرض؟ حتى نتأكد من أن رابط الصفحة موجود، ثم نعود إلى الصفحة نقوم بعملية تعديل، نزيل هذه العنوان، ثم HTML نزيل أيضا هذا، ثم نذهب ونأتي بالكود الأول بطبيعة الحال سأضعه لكم في أسفل الفيديو. إذا هذا هو الرابط الأول، تلاحظوا داخل صفحة جديدة. إذا نأخذ هذا الكود ثم نقوم بعملية نسخه، ثم نضعه داخل الصفحة. لاحظوا تأليف، إذا شكل الصفحة سيصبح هكذا. إذا كيفية التعديل، لاحظوا هنا أكتب نص، هنا شفرة إعلانية، شفرة إعلانية، أكتب نص، أكتب نص. إذا لماذا هذه النصوص؟ إذا حتى لا تبقى الصفحة فارغة، وهذا يعتبر مخالف لأدسنس. إذا التعديل من الأحسن أن نذهب إلى الـ HTML ثم نبحث عن أكتب نص. إذا لاحظوا نأتي بـ أكتب نص كوبي، نذهب إلى الـ HTML ثم كنترول F، العملية أصبحت معروفة، ثم كولي يظهر لنا أكتب نص هنا، أكتب نص هنا، أكتب نص هنا. إذا نأتي بنص معين، هذا النص من طبيعة الحال أنت تكتبه بما يناسبك، مثلا زوار الكرام تفضلوا بالدخول، زيارة المدونة تتوفر على كذا وكذا، يعني ترحيب وإلى غير ذلك. ثم هنا نص، ثم بطبيعة الحال أنت تغير، لن تستعمل نفس الفقرة من طبيعة الحال، وهنا أيضا نص. إذا تأليف، إذا أصبح شكل الصفحة هكذا. إذا هنا أيضا شفرة إعلانية وشفرة إعلانية دائما من الـ HTML. إذا نأخذ شفرة إعلانية كوبي، ثم نذهب إلى الـ HTML نضعها في هذه الخانة،
لمعرفة المكان. إذن هنا تضع شفرتك الإعلانية، ثم هنا شفرتك الثانية، ثم تأليف، ثم تحديث. إذن عرض الصفحة أصبحت الآن هكذا، لاحظوا هذا هو شكل الصفحة، شكل جميل رائع. المرحلة الثانية إخوتي الكرام، إذن انتهينا من الصفحة الجديدة. نذهب إلى المظهر، ثم HTML، ثم ننزل إلى أسفل 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 أسفل، فنجد هذا الوسم Body، فوقه مباشرة نضع الكود الثاني، وهذا نقوم بعملية نسخ، ثم نضعه فوق الوسم بودي. إذا لاحظوا، إذا لماذا هذا الكود أعزائي عزيزاتي؟ إذا هنا المواقع التي لا يمكن إعادة التوجيه إليها بطبيعة الحال هي مواقع تابعة لجوجل، حتى لا ندخل في مطبات مع سياسة جوجل أدسنس. إذا هذه المواقع لا يتم إعادة توجيه الصفحة إليها. ثم أيضا لدينا هنا نكتب هنا تغير هذا بموقعك أو رابط، عفوا رابط موقعك أو رابط مدونتك، يعني بدون دبل في، بدون HTTP، بدون أي شيء، مباشرة هكذا تضع هنا رابط المدونة التي تخصك. ثم في الأسفل هنا لاحظ صفحة العرض، هذا الرابط يعني صفحة العرض، يعني الصفحة التي قمنا بإنشائها وعدلنا عليها، نأخذ رابطها بعد عرضها، كوبي، ثم نضعها هنا. من طبيعة الحال العنوان من HTTPS إلى HTML، أيضا نحن من HTTP إلى HTML، يعني من هنا إلى هنا. إذا هنا نضع رابط الصفحة التي قمنا بإنشائها، ثم حفظ، بعد ذلك عرض المدونة. إذا هذه هي المدونة، إذا ندخل على هذه التدوينة، إذا وضعت فيها 3 روابط، لماذا؟ لكي نجرب. إذا هذا رابط اليوتيوب، لاحظوا اليوتيوب من بين المواقع التي لا يمكن إعادة التوجيه إليها. إذا عندما نضغط على رابط في مدونتك يوجهنا إلى اليوتيوب بدون عمل الصفحة، لاحظوا. ثم هذا رابط خارجي ميديا فاير، إذا هذا الرابط عندما نضغط عليه تعمل الصفحة لأنه رابط خارجي، لاحظوا. إذا ينطلق العداد، بطبيعة الحال سيكون هنا إعلان، هنا إعلان، هنا يظهر إعلانك، ثم يوجهنا إلى صفحة، إلى رابط التحميل، لاحظوا يعني تشتغل بكل. ثم هنا لدينا رابط داخلي، هذا رابط وضعت رابط داخلي يعني في المدونة نفسها، إذا عندما تضغط عليه يوجهك إلى مدونتك، لا يقوم بإعادة التوجيه. لماذا؟ حتى لا يعني لا تصعب الأمور على الزائر عندما يريد مثلا عمل نظرة أو إلقاء نظرة في على مدونتك، إذا ليس في كل مرة سينتظر 10 ثواني. إذا إذا قام بالتجول في مدونتك وتصفحها، إذا لا تقوم له بإعادة التوجيه، يعني هذه الصفحة تعمل فقط مع الروابط الخارجية. إذا بقي شيء أخير، هو أن تعديل، لاحظوا جيدا هذه صفحة إعادة التوجيه أين هي؟ إذا لاحظوا هنا فيسبوك، تويتر، يوتيوب، يمكنك التعديل على هذه بالدخول إلى الصفحة التي قمنا بإنشائها، تعديل، ثم الـ HTML، ثم تنزل إلى أسفل، لاحظ ستجد فيسبوك هنا، فيسبوك، ثم تويتر. إذا لاحظوا هنا الفيسبوك تضع، لاحظوا من هنا تضع
رابط الفيسبوك الخاص بك، ثم هنا التويتر، يمكنك وضع التويتر الخاص بك هنا، لاحظوا هذا الاير الخاص بتويتر، او تغير الاسم فقط. هنا ايضا في الفيسبوك تغير اسمك فقط لان هذا هو نفسه. ثم ايضا في اليوتيوب، ايضا هنا تضع رابط قناتك على اليوتيوب اذا كان لديك قناة. ومبروك عليك اخي، صفحة اعادة التوجيه التي تعمل بشكل جيد. اذا اعزائي الكرام، اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك ولايك للفيديو، والى فيديو اخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.